صباح الخير، نحن مبسوطين انه انتم معنا على فيسبوك ويوتيوب. مزبوط انه كل واحد منا ببيته، ولكن فينا كلنا سوا بروح وحدة نعبد الهنا ونقدم له شكر قلوبنا وعبادتنا. هلا رح يكون عنا فترة نعبد الرب سوا، فبشجعكم انه مش بس تسمعوا الترنيم ولكن ترنموها، ترنموا من كل قلبكم لالهنا، لانه هو مستحق كل شيء عنا اياه. ما أحسن أن نكون أحبائي جميعاً بهذا الوقت عم نقترب من عرش الرب حتى نسبحه ونعطيه كل المجد ونتأمل بمراحمه يلي هي جديدة لنا في كل يوم. بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، بجماله قلبي مفتون، ببهائه سحر العيون، إنه نرجس شارون، سوسانة أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، من في السماء يعادله، من على الأرض يشابهه، مهابته تكلله، ابن الأحضان الأزلية. مراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، له ذراع القدرات، له يمين العزات، اسمه رب النعمات، من قد أعطاني الحرية. بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية، ملوك الأرض يسجدون له بخضوع يخشعون، من غيره غلب المالون، يسوع فات البشرية. بمراحم الرب أغني عن حقي يخبر فمي، أزال مخاوفي مني، منحني سعادة أبدية. هاليلويا أحبائي، كل شخص اختبر الرب يسوع بحياته ويسوع اليوم بقلبه بيقدر يقول عن جد إنه يسوع أزال مخاوفنا وعطانا حياة أبدية وعطانا سعادة أبدية. فكلياتنا لازم نكون عم نتغنى ونكون فرحانين في الرب في هيدي الأيام الصعبة اللي نحن عم نمر فيها. آمين. أحبائي، الترنيمة الثانية بتقول من أنا لأصير من شعبك؟ هيدا السؤال دايماً نسأله، ليش أنا؟ ليش أنت؟ هيدي محبة الرب، بتحب اليوم تصير من شعب الرب؟ تأمل بكلمات هيدي الترنيمة وخلينا نرتل هيدي الترنيمة بصلاة من كل قلوبنا. أصير من شعبك، من دعي عليهم اسمك، عجبا هل دعوتني أنا لأكون ملكا.
دماء حمام. حبك يفوق كل خيال بجملة يباركك. مجدا لك قد انشق الحجاب وأعلنت لنا سرك. الآن أصرخ يا أبا الآبي مجدا فقد سرت لك. أشارككم ببعض الآيات من سفر الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. نشكر الرب على العبادة. تعرفوا في إشياء كتير عم نعملها كعائلة، واحدة منهم إنه عم نرنم عم نعزف للرب. بتأمل إنه العائلة الأكبر اللي هي عائلة الكنيسة، عائلة المفديين، تكون عم تسبح الرب. بتأمل إنه كلكم رنمتوا من كل قلوبكم للرب اليوم الصبح. قبل ما نتأمل بكلمة الرب، خلينا نحن رؤوسنا بكلمة صلاة. إلهنا الصالح بين السماوي، قد نشكرك
الامتياز انه وين ما نحن نكون بمحضرك نقدر نطلب وجهك، نقول يا رب تكلم لان عبدك، لان انا سامع يا رب. ارجوك يا رب كلم قلب كل شخص عم يتسمع اليوم الصباح. انت ارشدنا يا رب الحق، فتح عيوننا، حولنا يا رب، غيرنا مثل ما انت بتريد، شكل فينا. طالبين كل هيدا باسم حبيبنا يسوع، امين. تعرفوا في اشياء كتير تغيرت ونحن ببيوتنا بهالبانديميك اللي عايشين فيه. في اشياء اكيد صارت اصعب، في اشياء عم نستصعب انه نعيش من خلالها، ولكن شغلة اللي دايما بسمعها وانا عم اسأل الناس شو عم تعملوا، كيف الحياة، بسمع دايما انه في اشياء كمان افضل، اشياء تحسنت. مثلا العائلات عندهم اوقات اكتر مع بعض، الولاد عم بيقضوا وقت مع الاهل، في حديث اكتر بالبيت، مرات بيكون في لعب اكتر بالبيت، اكتر تشاور، هذا شيء ايجابي. البعض منا كمان بلش يقرأ كتب كان حاطتها على جنب لفترة طويلة، البعض منا عم يتعمق بكلمة الرب، وهذه كلها اشياء ايجابية. وبتعرفوا في شغلة تانية حابب شجعكم انه تعملوها بهالوقت، مع انه نحنا منا كتير ملتيين بامور العالم، وما في كتير اشياء عم تطلب منا الاتنشن، التركيز اللي عادة بيكون مشتت لان الحياة بتمرق بسرعة. هلا عنا وقت اكتر نقعد بهدوء ونصلي ونفكر بالامور اللي هي بالفعل مهمة، بالفعل مهمة. رح اتأمل المقطع وين رب يسوع بيحكي عن اتمن شيء، اتمن شيء تملكه انت، وتحدي شو عم تعمل بهالشيء اللي هو اتمن شيء عطاك الرب. قبل ما نفوت بالنص حابب بس احكي كلمة عن الهدوء والتفكير والتركيز بهالاوقات، بالفعل شيء ثمين. خلي اعطيكم مثل من قصة صارت من زمان. كان في شخص عنده أرض وهو غني، وهو كمان عنده مثل محلات بسمون ice houses. من زمان ما كان في كهرباء، ما كان في برادات، فاللي كانوا يعملوه الأشخاص اللي بيقدروا بيعملوا مثل أوض أو بيعملوا مثل بيت بالشتوية، وتتكون حرارة واطي، بيقصوا ألواح كبيرة من الجليد وبرشوا عليها وبيغطوها بنشارة الخشب ما تدوب، وهونيك بيستعملوا هالقوض أو البيوت اللي عمروها مثل براد. فهيدا الشخص الغني كان عنده أرض كبيرة وكان عنده آيس هاوس مثل هيدا، ولكن يوم الأيام هو وجوات هالبراد وقع منه ساعة، وقع منه هالساعة الثمينة اللي عندها كمان قيمة مش بس ماليا، ولكن عندها كمان قيمة معنويا. كان أخدها من جده أو من قبل حتى، مهم أنه وقعت وفتش عليها وما قدر يلاقيها، لأن كتير فيها الصادقة شارة الخشب. فتش بالآخر بلش يسقع، قام طلع من الآيس هاوس وعيط لكم شغيل قال لهم بليز فوتوا لجوا لقولي هالساعة، هالساعة بتعني لي كتير. فالشغيل فاتوا وفتشوا وكمان كمان سقعوا، بالآخر بقاش فيهم، طلعوا لبرا وقالوا له متأسفين مش عم نلاقيها، فتشنا قد ما فينا، مش صعب كتير نلاقي مع كل هالنشارة وين ما كان، وخايفين ندعس عليها ومش عم نقدر نلاقي هالساعة الثمينة لإلك. هلا بهالمشهد كله كان في صبي صغير عم يطلع على كل شيء عم بيصير والحديث اللي عم بيدور، فقال لهم إذا ما عندكم مانع فينا أنا نروح فتش عليها. قالوا له يعني إذا حابب تفضل، بس هن بفكر إنه إذا نحن ما لقيناها كيف رح تلاقيها. فقام فات لجوا الصبي وسكر الباب وراه. بعد كم دقيقة طلع وبإيده الساعة. قالوا له طب كيف لقيتها؟ كيف لقيتها بهالسرعة؟ قال لهم اللي عملته إنه فت لجوا، سكرت الباب وسكتت وقعدت بهدوء وتسمعت. بعد شوي بلشت اسمع تكات الثواني، هالصوت اللي بتعمله الساعة، ولحقته ودغري لقيت الساعة المفقودة. بتعرفوا هالقصة بتفرجينا إنه مرات في أشياء ما منشوفها ما منلاحظها وقت الحياة تكون كتير ماشي بسرعة ومعجوقة،
وما عم نفكر بالأمور بهدوء. فبشجعكم اليوم إنه تقعدوا أمام الله بهدوء وتقولوا له وضح يا رب، يمكن الحياة كتير كنت مشغول فيها وانشغالات وشغل ومسؤوليات، ولكن هلأ بدي ركز، بدي اياك تفرجيني شيء ما كنت شايفه، يمكن حقيقة ما كنت ملاحظها. فبشجعكم. تعرفوا قبل ما نفوت بالنص اللي احنا قراه بمتى، هي بس كمان اخذ مثل تاني، اللص اللي كان مع المسيح. تعرفوا في لصين انصلبوا بنفس الوقت مع المسيح، واول شيء تانيتهم كانوا فايتين بالجو اللي هو المسخرة والكلام المسم للرب يسوع. الناس عم تقول إذا أنت كنت ابن الله نزال صليب، وهذا اللسان أكيد هن هونيك عم ينصربوا بحق، مزبوط لازم يكونوا عم يتقصصوا على الجريمة اللي عملوها، ولكن بعد وقت واحد منهم هو عم بشوف المشاهد كلها كونت فكرة مختلفة عن الرب يسوع، عم بشوف عم يسمع عم بشوف الناس شو عم بيقولوا، عم بشوف المسيح كيف عم برد، عم بشوف الكراهية من الرؤساء الكهنة والرؤساء الشعب، وعم بشوف ان الرب يسوع عم بيقول عن اللي عم يصلبوه عن اللي عم بيشمتوا فيه وعم بيحكوا هالكلام، عم بيقول يا أبتاه اغفر لهم اغفر لهم، ما بيعرفوا شو عم بيعملوا. عم بشوف كل هالشي وكأن الفكرة عم تتكون، بالآخر بيقول كلمات كتير مهمة نقراها بلوقا، لوقا 23:41 بيقول: ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. هون اكتشف كذا شغلة هالشخص، بلش بفكر معين عن المسيح، بفكر معين عن المشهد اللي عم بيعيشه، آخر مشهد بحياته على الأرض، بس بعد وقت لاحظ إنه هذا الإنسان أول شيء بار، تاني شيء هو رب، هو عنده ملكوت، وهو فيه يذكرني حتى بعد الموت. تاب قدامه، تغيرت فكرته كليا، وتكتشف من هو هالشخص لحده. مثل ما نعرف الرب رد بيقله اليوم تكون معي في الفردوس، صار في خلاص هو وعلى الصليب بآخر لحظات حياته. وأنا حابب شجعك أنه اليوم يمكن يكون عندك فكرة معينة عن المسيح، عن اتباعك للمسيح، عن الطريقة اللي انت عايش فيها حياتك، ولكن حابب انه بهدوء نتطلع على كلام المسيح ونشوف هل يا رب بدك تفرجيني شيء مختلف؟ هل بهالوقت بدك تكشف عن عيني حقيقة كنت مفكر انه فهمها بس انا فهمها غلط؟ فاول شيء رح نحكي عنه انه المسيح الحقيقة كتير ناس فهموا غلط. اليوم أكيد نعرف، لأن إذا بتسمعوا حتى على التلفزيون محلات مختلفة تسمعوا تعاليم كتيرة، بيقول بتيموثاوس 2:4 بيقول إنه بالأيام الأخيرة الأشخاص مش رح تكون بدها تسمع الحق، رح يضيعوا، رح ينحدروا عن الحق. ليه؟ لأن بدهم يسمعوا أشياء بتلزق لهم، بيقول بيجيبوا معلمين مستحقة أسمعهم، يعني يحكون أشياء بيحبوا يسمعوا. وحتى نحن بأيامنا كتير ناس تحكي أشياء عن المسيح، إنه المسيح بيعطي والمسيح بيعمل والمسيح، بس هل هي هيدي الصورة المضبوطة؟ هل الصورة كاملة هيك؟ مش عم أقول أكيد إنه المسيح ما بيعطي، المسيح بيعطي سلام ما حدا تاني بيعطيه، وحده بيعطي الخلاص والحياة، وحده بيعطي الفرح، ولكن نحن ما بنجي تنير وناخد منه، نحن بنجي مثل ما هو بدنا نجي. وتتكون أنت تابع للمسيح بدك تتبعه مثل ما هو طلب منك أنه تتبعه. بس اليوم رح نسأل السؤال، بدنا نعرف بالحقيقة شو يعني أنه اتبع المسيح؟ هو شو قال؟ كيف بدنا نتبعه؟ تعرفوا في كتير ناس حتى بأيام المسيح كان عندهم صورة مغلوطة عنه. إذا تتذكروا بس من جمعتين كنا عم نعيد الشعنينة وقت الرب يسوع دخل إلى أورشليم، والناس انبسطوا عم بيقولوا أصنع، وعم بيحطوا تيب وعم بيحطوا ورق البام تريز وعم بيقولوا أصنع أصنع الملك الجاي، متخيلين إنه جاي ملك أرضي يعطيهم مجد أرضي، جاي ملك حررهم من الرومان. وأكيد حتى التلاميذ عندهم نفس الفكرة،
عم بيفكروا انه المسيح، صورة المسيح انه جاي، المسيح المنتظر من العهد القديم جاي بمجده ورح يحررنا من الرومان ومن الحالة نحن فيها ويعطينا ملكوت أرضي. ولكن هن نفسها الأشخاص اللي كانوا عم يقولوا أصلنا بعد بأقل من أسبوع عم بيقولوا اصلبه اصلبه، دمه علينا وعلى أولادنا. شو صار؟ مش هودي أتباع للمسيح؟ حقيقة لا، في أشخاص فهمانين إنه المسيح بدهم يعطيهم شيء، يعمل لهم شيء، وقت يشوفوا إنه المسيح غير عن هيك بتخلوا عنه. بتعرف حتى بخدمته الرب يسوع كانت كتير مرات جموع كبيرة عم تلحقه، بس ليه؟ لأن عم بيطعميهم، عم بيشفيلهم أمراضهم. ولكن وقت يجي الوقت إنه يكون في اتباع حقيقي، كتير منهم كتير منهم رفضوه. والسؤال هو هل نحن أتباع حقيقية للمسيح؟ أول شيء بدنا نعرف شو يعني إنه أتبع المسيح، وتاني شيء بدي أخذ القرار. والنص رح نقراه من متى بتحدينا بشكل كتير واضح. رح نقرأ مع بعض أول شيء كم عدد من متى 16:24-26. متى 16:24 بيقول: حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ كلمات كتير صريحة وقوية، وبيقول لنا اليوم المسيح بيقولنا: من أراد، إن أراد أحد أن يأتي ورائي، هيدي هي طريقتي، هودي هن شروطي. وبتعرفوا إذا تطلعوا على الإصحاح كله قبل بكم عدد رب يسوع عم يسأل تلاميذ: أنتوا مين بتقولوا عني؟ سألكم مين الناس بيقولوا، هلأ أنتوا مين بتقولوا عني؟ برد سمعان بطرس بيقول له: أنت هو المسيح ابن الله الحي. عم بيقول له نحن كنا متوقعين مسيح بمجد عالمي، ويمكن كان بعدهم هون عم بيصارعوا، ولكن شافوا إشياء، شافوا عجائب، سمعوا كلام، عرفوا إنه هو المسيح. مش بس هيك، ابن الله الحي، أنت الآتي بطبيعة الله نفسه، أنت من طبيعة الله. وبعدين بكفي الرب يسوع بيخبرهم عن الكنيسة، بيبني كنيسته وأبواب الجحيم لم تقوى عليها. وبعدين بكفي وبيقول لهم: ولكن أنا رايح لأورشليم ورح موت، رح انهين ورح موت ورح قوم بعد 3 أيام. وهون بطرس دغري بيقول له: لا حاشا يا رب، مش ممكن يصير هالشي. وهون عم بيقول له: يا بطرس، انت عم تكون عطر لإلي، انت عم بتقوله هيدا من فكر الشيطان، من فكر الإنسان، مش من فكر الله. ما تفكر انه كله بس مجد وكله بس ملكوت. قبل هالشي، قبل هالشي في صليب، في صليب قبل الملك، في ألم قبل المجد. فهون عم بيقول له هالصورة عن نفسه. ودغري من بعدها بعدد 24 بيقول: حينئذ قال يسوع. تكمل الفكرة، الرب يسوع رايح ينصلب، يحمل خطية العالم على نفسه ورح يقوم وقتها يتمجد. بس هون عم بيقول ونفس الشيء بنفس الطريقة، بيقول: حينئذ قال يسوع لتلاميذي. عم بيعطيهم الفكرة أول شيء عن نفسه، وبعدين عم بيقول لهم: وعلى فكرة اللي بده يتبعني، اللي بده يلحقني، اللي بده يعيش وراي، بده يكون مسيحي تابع لإلي، هيدي الطريقة. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه. هيدا أول شيء، فلينكر نفسه. عبارة غريبة، شان الواحد ينكر نفسه، ينكر شخص تاني معقول مفهومة. نكران يعني ما بيعتبر شخص تاني. بس كيف أنا بدي أعتبر، ما بدي أعتبر نفسي؟ كيف ما يكون عندي أي اعتبار لنفسي؟ هون النفس عم يحكي عنا، عن الجسد اللي فيه، عن طبيعتي، طبيعتي الخاطئة اللي هي ضد الله. بدي أنكر نفسي. وأول صورة هون على فكرة نطلع على صورتين عن نكر النفس. أول شيء بدي أفهم إنه ما في شيء فيي صالح، أنا ما فيي أوصل قدام الله وأقول له أنا عملت، أنا حصلت على الخلاص، أنا تممت كل شيء طلبته مني. الحقيقة كل العهد القديم استطلعوا على الوصايا
محلا ولا إنسان قدر إنه يعيشها. طلعوا بس على وصايا العشر، كم واحد منا في يقول قدام الله أنا بحبك من كل قلبي، من كل روحي، من كل نفسي، من كل قدرتي، ما عندي أي شيء بحطه قدامك، ما عندي أي إله قدامك، بحب قريبي كنفسي، ولا مرة بسرق، ولا مرة بحسد شخص. حتى الوصايا العشر، إكرام الأب والأم، كم مرة نحن نكسرها؟ وهنا عم بيقول إنه الإنسان اللي بده يجي لعندي أول شيء بده يكتشف إنه نفسه مش كافي، بده ينكر نفسه، بمعنى مثل ما بيقول بمتى 3، أول وعظة بيوعظ الرب يسوع، الوعظة على الجبل، ببلش بالتطويبات، بيقول توبة توبة. أول تطويبة طلع مع متى 5:3، بيقول توبة للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. توبة للمساكين بالروح. شخص اللي هو مسكين بالروح، شو يعني هالشي؟ يعني بالإنجليزي جاي blessed are the poor in spirit. poor هون يعني فقير، فقير لدرجة ما في يشتغل. فقير عم نحكي عن شخص ما عنده قدرة إنه يطلع يشتغل تطلع أي مال تسد حاجاته. هالشخص بس بحالته أدمنى صعبة ومأساوية، كل شيء في يعمل هو إنه يشحد، تباج، تحدا يعطي شيء تقدر إنه يسد حاجته. هون عم بقول توبة للأشخاص اللي هن poor، فقراء، مساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ليه؟ ومين هالأشخاص؟ وشو عم نحكي هون؟ هؤلاء الأشخاص ما عندهم أي ثقة بجسدهم، بالإشياء اللي بيقدروا يقدموها لله. في فكرة كتير خطرة، واللي هي إنه الإنسان يفكر إنه في يعمل إشياء تيستاهل إنه يكون بمحضر الله، يستاهل إنه يكون بالسماء. والكتاب المقدس بإن ما حدا، ما في حدا بار، كلنا مساكين بالروح. الرب يسوع بيعطي صورة عن شخصين راحوا تيصلوا بالهيكل، واحد منهم فريسي يعني قائد ديني محترم بالمجتمع، واحد تاني عشار يعني شخص بيروح وبياخد ضرائب من شعبه للإمبراطورية الرومانية. وهيدا العشارين كانوا معتبرين يمكن أسفل أو أوطى درجة من المجتمع. ليه؟ لأن كانوا عم بيسرقوا من شعبهم، وهن خونة وعم بيشتغلوا للعدو. فهيدا الشخص اللي هو ما عنده أي اعتبار عشار، والشخص اللي محترم من المجتمع القائد الروحي بروحه. والقائد الروحي الفريسي بيقول اللهم بشكرك، بشكرك إنه أنا مش مثل باقي الناس، أنا بعمل هيك وهيك وهيك، أنا بصوم، أنا بعطي عشر اللي عندي، أنا أنا أنا، وأنا مش مثل هالأشخاص لهونيك، مثل هاي العشار. فالعم يعمل عم بيقول لله بشكرك إنه أنا أحسن من غيري. والتاني مسكين بالروح، شايف خطيته، فاهم عجزه، بيجي وبقول ما حتى إله عين، ما يسترجع يطلع للسماء، حط إيديه عفوا عينيه على الأرض، وعم بيضرب على صدره وعم بيقول له اللهم ارحمني أنا الخاطئ، بعرف حالتي. أصعب شيء إنسان يكون مريض وعم يموت ومش عارف إنه بده علاج. هيدا الشخص عارف أنا مسكين روحيا بحاجة لرحمة من الله. بيقول المسيح هيدا راح عبيته مبرر دون ذاك، دون الفريسي. فمن فضلك عرف كلنا مساكين بالروح، كلنا بحاجة، كلنا مقفلسين روحيا قدامه، كلنا ما فينا نعمل أي بر تنستاهل إنه نكون بمحضر الله. وعم بيقول هون أول شيء نكون نفسك فهم إنه أنت ما عندك شيء. تاني جزء من نكر النفس هو إنه بيكون عنا اعتبار على نفسنا، يعني عصيتي وعلى رأي الناس فيي وعلى كرامتي. بتعرف هالأشياء كثير مرات بنحكي بنقول ليه هذا كيف قال لي هالكلمة، أو كيف بيسمح لحاله يحكيني بهالطريقة، لأن اللي فيي كبيرة. عم بيقول الرب يسوع، عم بيقول بدك تكون أنت من أتباعي بدك تنكر نفسك، ما تعطي اعتبار لنفسك. ليه؟ لك ليه؟ لأن اللي بده يعيش للرب يسوع رح ينهان، رح يضطهد. يمكن اليوم بحدا بهالبلاد عم بيكمش المسيحية وعم بيقتلون وعم بيسجنون. على فكرة هالشي عم بيصير بغير بلدان، مش هون، ولكن اللي عم بيعيش قداسة بينهان. الناس تضحك عليه، الناس بتقول
شو هيدا؟ شو هالتفكير الرجعي؟ يمكن الناس بتمزه، يمكن حتى عائلته بترفضه. انت عايش بحالة قداسة بمجتمع ما عنده قداسة، بمجتمع ضد الله. فاذا رح يكون في اضطهاد عليك. واللي عم بيقوله هون انه هالشخص منكم نفسه ما عنده اعتبار لنفسه. تعرفوا المسيح بمتى 10 بيقول لهم انه انا السيد وانتم خدام، انا المعلم انتم تلاميذ. اذا انا هينوني، اذا انا قالوا انه بعمل المعجزات اللي بعملها بقوة الشيطان، شو فكركم؟ كيف فكركم رح يعملوكم انتم؟ الاتباع للمسيح بكل التاريخ، الاتباع الحقيقيين للمسيح اضطهدوا وانهانوا، ولكن لاحظوا اذا بتقرا مثلا باعمال بقول انبسطوا فرحوا وقت انضربوا وقت انهانوا. ليه؟ لان كانوا اهلا انه ينهانوا من اجل اسمه. عم يقولوا مثل ما سيدنا بزقوا عليه وضربوه وهنوه وصلبوه، نحن مش أفضل من سيدنا، ونفسنا مش عزيز علينا أكثر من مجده. أهم شيء هو بنكر نفسي. تاني قسم بالاتباع بيقول عنا ويحمل صليبه. بلوقا بيقول يحمل صليبه كل يوم، شيء مستمر. تعرفوا في كتير أشخاص بيقولوا أو بيكون في أفكار عن شو هو صليبك. الحقيقة صليبك مش شغلة واحدة، ما فيك تقول إنه هيدا الشخص صليبي أو هيدا المشكلة صليبي. تعرفوا التلاميذ هو الرب عم بيحكي هالكلام، فهموا العبارة. ليه؟ لأن بهديك الوقت كان الصلب إيه للموت، لأصاص المجرمين، بس أكتر طريقة مهينة وأكتر طريقة مؤلمة. وهن بحياتهم شافوا يمكن عشرات إذا مش مئات الأشخاص عم تنصلب، وتكون في مثلا ثورة ضد الإمبراطورية الرومانية، في ثورة صارت 120 سنة قبل هالكلام، وتقريبا 2000 واحد يهودي انصلبوا، لأن الإمبراطورية الرومانية عم تقول هيدا القصاص منخليه أو ريزيرفد للأشخاص المجرمين اللي بدنا نقصصهم بأقوى طريقة. والشخص اللي عم ينصلب كان يحمل بالقليلة عمود من عمودين من صليبه، إذا في عمود واحد أو اثنين، كان يحمل عمود واحد هو عم بيروح للصلب. فعم بيقول لهم هون الشخص بده يجي وراي، أول شيء بده ينكر نفسه، تاني شيء بده يحمل صليبه كل يوم، وكأن رايح للألام ورايح للموت وهو حامل صليبه. يعني الرب يسوع بيقول في ألام، في ألام، في حمل، في نير، مش هينة، مش هينة الواحد يكون من أتباعي. هل أنت مستعد من أجله، من أجله مش من أجل شيء تاني، لمجده؟ إذا هو طلب منك إنه تحمل صليبك، تحمل صليبك. وبعدين آخر جزء بيقول ويتبعني. شو يعني يتبعني؟ شو يعني إنه أنا إجي أمشي وراه؟ يعني هو يكون السيد، أنا ماشي وراه، كلمته بطيعة، طاعة وولاء لإله، وتقرأ كلامه الصعب علي اللي بتحداني. هل عندي قلب تلميذ؟ عندي ولاء لسيدي بدي أتبعه شو ما كان؟ تعرف كل هالشي بيكون فينا إنه أنا بتصغر، أنا بتنمحي، الأشياء اللي هي ضد إرادة الله بتصير صغيرة، بيجي محل الرب يسوع نفسه، أفكاره، محبته، لطفه. في شخص كان يشتغل بهوملس شيلتر، محل بيجوا له الأشخاص اللي ما عندهم بيوت، الفقراء، تياكلوا أو تناموا ليلة أو كذا ليلة. وهذا الشخص شغلته كانت كتير بسيطة، كان جانيتر، كونسيرج، يعني ينظف الحمامات، ينظف الأراضي، يلم الزبالة، وأكيد إذا حدا بده شيء يساعده. ولكن هالشخص اسمه جو كان لطيف كتير، كان مسيحي بكل معنى الكلمة، كان تابع الرب يسوع، ناكل نفسه من أجل المسيح، بيعمل كل شيء طالب الرب يسوع. والأشخاص اللي كانوا يعيشوا ويشوفوا لجو كانوا يشوفوا فيه المسيح. يوم الأيام بيجي واعظ
وبيوعظ وبيقول لهم للناس للأشخاص اللي بالسنتر الهوملس شيلتر، بيقول لهم مين بده يتبع المسيح. فواحد من الأشخاص اللي سمعوا بعد ما خلصت الوعظة راح عند الواعظ قال له تعرف شو هذا اليسوع اللي حكيت عنه ما بعرف شي عنه، ما بعرف من هو، بس بعرف انه جو هو تابع للمسيح. وانا بدي اقول لك شغله، اذا هذا اليسوع مثل جو انا بلحقه، انا بدي اعيش له. شو هالشهاده الحلوه؟ هل الناس بيشوفوا فيك نفسك وشخصيتك والانا اللي فيك، او بيشوفوا فيك المسيح وحنانه ولطفه ومحبته؟ هل الناس بيقولوا اذا المسيحي هيك يعني بدي اتبع المسيح تبعه؟ هيدي الصورة اللي عم بيقولها عنا الرب يسوع، يمكن نفسه يحمي صليبه ويتبعني كل يوم. باخر الجزء الثاني من هالمقطع بيحكي عن مثل قرار بدنا ناخده، عن شغلتين يحن ضد بعض، بدنا نقي واحدة عن الثانية. بيقول بعدد 25، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ السورة قوية كتير وغريبة. عم بيقول إنه حدا بده يخلص نفسه لازم يهلكها، وبده يهلك نفسه من أجله هيدا بلاقيها. شو عم يحكي؟ عم يحكي عن هالحياة. إذا أنت بدك تعيش لهالحياة يعني للممتلكات ولمجدك، وعم تطلب مجد نفسك، عم تطلب كل شيء لألك، فعم بيقول لك إنه عندك شيء أنت أبدي، والشيء الأبدي هو نفسك. نحن على فكرة هيدا الجسد عنده وقت وبعدين بيموت بيتمحل، ولكن الروح بكل إنسان أثمن شيء عندك، أثمن شيء عندك. ومرح نشوفه من النص بعد شوي، هيدا الروح ما بتموت، هيدا بترجع لله. وبعدين بيقول هون ممكن إنه تربح الحياة الأبدية أو ممكن إنه تخسرها، حسب كيف أنت عايش، حسب بمين بتحط إيمانك، هل أنت تابع للمسيح أو لا. فهون عم بيعطي مثل بالانس، عم بيقول بدك تنقي، بدك تجرب تخلص نفسك، عفوا تخلص نفسك فإذا رح تهلكها، أو رح تعطي حياتك للمسيح فتجدها. وبعدين بيقول بعده كم عدد إنه الرب يسوع راجع مع ملائكته، ليه؟ للجاجمنت، للدينونة. فالرب راجع، وهون في أشخاص رح يكونوا مركزين على الحياة هون، مش أتباع للمسيح، مش أتباع حقيقيين للمسيح، وهؤلاء الأشخاص بيكونوا هلكوا أثمن شيء عندهم إياه. عندك وقت هلأ تفكر بأثمن شيء عطاك الله، نفسك الأبدية. بيقول بعدين بكفي، بيقول لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ إذا بعطيك مش بنايات ولا مدينة، بعطيك العالم كله، تملك كل الكون، بس خسرت نفسك، شو بتنتفع؟ شو بتعطي عوضا فداء عن نفسك؟ ما في شيء أثمن، ما في شيء أثمن. بتذكر هيدا الشغلة شفناها بالأخبار، وبعدين كان كتب عليها كتاب، وبعدين عملوا عليها فيلم عن شخص اسمه إيرن لي رالستون، أمريكاني كان عم يعمل هايكينج بال 2004، كان عم يعمل هايكينج بيوتا، بولاية يوتا، وكان لوحده. ووصل لمحل صخرة كبيرة وقعت وثبتت ايده اليمين على اذا بدكم مثل حائط الحجر اللي هو يعني انزلق فيه، ما كان فيه زيح. اكيد جرب لخمس ايام جرب انه يحرر ايده، ولكن الصخرة اللي كانت على ايده اليمين ولا ممكن كانت تنهز. فهيدا الشخص عمل شيء مؤلم جدا،
بالحقيقة أدمنه مؤلم. كل مرة بجيت أحضر الفيلم بقول مش اليوم. أخذ سكين منه حتى حد وقرر إنه إذا رح ضلني هون رح موت. اللي كان بده يلاقيني كان لقاني. صار لي 127 ساعة وما حدا لقاني. فعمل شي صعب كتير، قص إيده اليمين وبعدين نزل ومشي 11 كيلومتر وهلأ لهلأ بعده عايش. خلص حياته. قرر هالشخص إنه أهم من إيده اليمين، أهم من إيده اليمين إنه يخلص حياته. هلأ يمكن في تضحيات كبيرة بدك تعملها، ولكن بدي أقول لك شغلة. الرب يسوع عم يقول هون إذا أنت بدك تتمسك بأمور هالعالم، ويمكن بعض منا سامعين كتير وبعدنا ما أخذنا القرار إنه نتبع المسيح، يمكن كتير كتير بكلف، ولكن عم بيقول لك هون المسيح ما في شيء أتمن، ما في شيء أتمن من نفسك. هيدا الشخص أرن قرر إنه حياته أهم من إيده، وقص إيده ولهلأ عايش. فالرب عم بيقول هل رح يتعلق قلبك بأمور هالعالم، بالممتلكات، بالشهرة، بالمجد هالعالم، باللذات، بالخطية، أو هل رح تنكر نفسك، تحمل صليبك وتكون من أتباعي؟ مش مين ما كان بيقول يا رب يا رب، هو بالفعل تابع للمسيح، ولكن بيعمل مشيئة الآب. تعرفوا الرب يسوع حمل خطيئتنا على الصليب. ما في شيء أعمله أنا تنال خلاصي غير إنه حط ثقتي وإيماني فيه. وهون مثل ما قرينا قول يا رب أنت عملت كل شيء، أنت حملت خطيئتي على الصليب، بتعطيني برك، فأنا بتوب عن خطيئتي، ما بدي أعيش بقى رأيلي، مش أتمسك بهالعالم وخلي نفسي الأبدية تهلك، لا، رح حط ثقتي فيك، بدي أعيش لك، بتوب عن خطيئتي، بدي أحمل صليبي، أنكر نفسي، إلحقك، أنت السيد حياتي. ويمكن تخاف تاخذ الخطوة، تقول كيف بدي أعيش، كيف بدي أعيش هالمستوى من الحياة؟ بدي أقول لك شغلة، مش رح تكون لوحدك. الرب يسوع بيقول إنه وقت الإنسان بيجي بتوبة صادقة له، بإيمان بعمله على الصليب، روح القدس، روح الله بيسكن فيك، وهو بيعطيك القدرة إنه تطيع الله. أنت بس كن حاضر إنه تكون تابع للمسيح. بحط أمامك، بحط أمامك هالتحدي، أرجوك إذا حابب تاخذ الخطوة صلي معي هالصلاة. يا رب يسوع بشرك لأن أنت قبلت تاخذ كل خطيئتي، كل شيء بستحي فيه حتى على نفسك، تقول كأن أنت عملته على الصليب وتعطيني برك. بشرك من أجل المحبة، بتوب عن خطاياي، أنا إنسان مسكين روحيا، مفلس أمامك روحيا يا رب، بعرف أنه بحاجة لإلك، بعرف بحاجة لرحمتك، بجي وبقول لك اللهم ارحمني أنا الخاطئ، بدي أعيش لإلك، ساعدني أنكون نفسي، احمل صليبك اليوم واتبعك، كون بالفعل مسيحي، وبعرف أنه أنت بقوة روحك رح تعطيني القدرة أنه أعيش الحياة. أبصلك كل هيدا باسم الرب يسوع، آمين. إذا عندك أي سؤال أو حابب إنه حدا يصلي معك أو تتابع الحديث معنا، ممكن إنه تبعت تكست أو واتساب مسج على الرقم اللي شايفه على الشاشة 438-464-1010 أو على الأدرس الإيميل info@arabicchurch.ca. هلأ رح يكون عندنا مجال إنه نعبد الرب بالترنيمة الأخيرة. لا أعلم، لا أعلم.
نشكر الرب من أجل هالنهار، من أجل كلمته الغنية. بصلي أنه الرب يكون لمس قلب كل واحد منا، يكون بالفعل أتباع الرب يسوع مثل ما هو يقول. وحابب أذكر إذا حدا كمان حابب أنه نتصل فيه، يكون عندنا حديث معه، عنده أي سؤال، حابب أي ملاحقة أو صلاة، ممكن أنه تبعت تكست مسج أو واتساب على الرقم اللي شايفه أو على الإيميل اللي شايفه بالشاشة. وبتمنى لكم أسبوع مبارك، الرب معكم.